صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هناك رسالة عن طريق الجوال، وهي مقولة لأحد الصحابة، حيث قال: سبحان الله عدد ما كان وعدد ما يكون وعدد الحركات وعدد السكون. يقول: هذه العبارات قالها الصحابي في عام، ثم قالها في عام آخر، فرأى في المنام أحد الملائكة يقول: لم ننتهي من إحصاء تسبيحك في العام الماضي. يقول: فما صحة هذه الرواية، وما توجيهكم لتناقل مثل هذه الرسائل في الجوالات؟ لا يعتمد على النقل، لا في الجوالات ولا في المطويات ولا حتى في الكتب، لا يقبل حتى يذكر المصدر الذي نقل منه هذا الكلام. لا بد أن يذكر المصدر الذي نقل منه هذا الكلام حتى يراجع ويتأكد منه، ولا يكون قد غير فيه شيئا أو دس فيه شيئا. أما إذا كان مجرد قول فإنه لا يقبل أبدا. نعم.